لمين هيدا الورك شوب؟ إذا أنت اليوم ما عندك background بالماركتينج، فيك تكون فريلانسر، فيك تكون صاحب ستارتاب أو سمول بزنس، فيك تكون انتربرنور بأي دومين معين أو بأي فيلد معين، فيك تكون فوتوغرافر، فيك تكون جرافيك ديزاينر، فيك تكون رسام، فيك تكون ممثل، فيك تكون إعلامي، فيك تكون دارس فاينانس أو مانجمنت أو اتش ار وعندك شركتك الصغيرة لحالك وما عندك أي خلفية عن الماركتينج. سو هذا الوركشوب هو إلك، حتى فيك تكون موظف وعم تفكر إنك تبلش تشتغل لحالك أو تسوق لنفسك إن بارالل مع شغلك مع وظيفتك، لربما بعد فترة حبيت تترك شغلك وتصير لحالك، تعرف كيف تستعمل ديجيتال ماركتينج شانلز لحتى أنت تسوق لنفسك فيها.